إن أيهين عن تلاوة اللوقة هذه حق الدولد عن تاريخ دير لين هاي وحيا لا بعض لقى دحيين وسيل لقى يلا هيو سيء جو آمين كرتو يعني ما أرتي وجو آمين كر هالقف أما ضد ديجان قال ديجان شكرا مزيد أما الصومالي تيس خلافته كرت كتر ضد ميل قاري جو جاهي قام كم قاري كران شيء عام هو سو جرينا نوكي مركي توبي أنا جا وأنا قد حي وعام هي هاي علماء الصوماليين وقوي كسوجيتا علماء الصوماليين كفر كسوجيتا إن لك هلا قوم مثل قبان مسهر أول هاللين إني أرينك هلا سوكا وكا علماء هان علماء سي علماء انتو سو إمالان قل أمدا عنده لحادين نقان سوكا ولي مكالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد أدب إني سلامينا ملك استود أدونك جوكتان إن مانتا وحيني وذا مرتقالي إن قدوميها علماء الصوماليات شيخ بشير أحمد صلات أنجع اللهي إن أنك وريسانو حق بدن أو لحريرتا بدا أيانتا ضبطة عن هذا الكيدون وأدو فرب بدنهاي إن أن حق بدن كهلانجع اللهي een maanta waxaan marti ku nahay oo aan muqaalkan inkaga soo dhex duubayna iskoolka cusub ee laga furay halka ee Donholm oo loo baxshay Carlin School ama Carlin School hadba si loo yaqaan waa furitaankiisi ayuu ahaa maantay marka ilaahay waxa uu barayna subhanahu wa ta'ala inuu iskoolkoodu barakeeyo furitaan barakeysan uga dhigo insha Allah ta'ala Sheikh Bashir marka koodu ku soo dhaweynaya marka labaad أرنتا لحريرتا بدا صوماليا علماء صوماليا إن بدا نوحان سليه هاي كما يوضا حدلين وهذا الكوائري هاي مركا كعلماء أهان كأقويهن أهان كصومالي أهان كسياسي أهان بل أرنكا وحرمنا بالبلوشة الصوماليا بل إنا أوي ربي يا ديسيد ماشي أدينك طبعا دولة صوماليا نقيب وكتهين وعلماء إلا تشتات كمتهين مركا سودو شغنا ما صنته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا ما صنته سفير الإسلام سيد أود ذلك السيد إيو ما ركت أهمية أسين السيد ما بعد ذا قيمها لسيد موضوع عام كله ركب موضوع عام دي حجارة هذا كما عن هينه إنت لشيء شيء هي أمبان تذكر لو ذاقنا كور قبنا لكن أركتي أهان إيه محاها بور إيه محال يلي كرائي وغيا بإنا نحوغا نحوغا درسنا إن شاء الله تعالى إيه كعلماء أهان دي علماء ذو كنت واجب قارها سارا وعن مدى أيوه عن حق الدين تعنى علمي إذي حيقان مسؤولية قارة إيه كسارا إلى لنتا ومدى الصوماليات ولو إلى ليه دينتي إذا يدلك إذا من دي ماذا يدبع وأنا شغلة مهم كأصلي أمانتي مارتا على كعلم أهان نصارا لو نبهي هي إنت أسكديب أدو حتى ده كل العلماء وموضوع لغاها اللي علي من بغل لك علماء ده فردي فردي أهان أي لغاها اللي مهلا غاركو ده غاركو كهالي وارك هي لكن رتي واستهل موضوع الاسكي ماذا وحال اسكي راهو وحال اسكي ويدي واستهلا نتكلم موضوع عالمك أنا وفي شو عن قيمته وحموجنا يا أما وحوي أنا عذر كجرة أي علامة وياه وضد كانوا يعني معك واسو كل سوي لا أنت كلا جو جاء ما ركتي ما رتي واتش لا أنت أنت أس عذر أنا هيسته أي علامة وياه مرد عذرات السودة وينين لباتين كرعت وعي ما كران ومدن أوكلاء أما كذا بعد كرتبة لي ماذا برغم ده الصوماليات رنتي وده جوج ده نمو مدح وقاء يسوي جري وعن ديرين بركلا إيجو أمريكا الدولة ده ما ديرة لكن مع ذلك ده على بعضنا إني رنتي هذه أد وفاء إذا استان ده يسوي جرين ويوحي مارتي يعني عدة يين يفهمان دك وحري لسان يفهمان ويسمى استان وحياله أكتو ذا مارت لما تابطانه
ويكفى إذا سنة ينسو جرين كي تاريخ هذا إلى فلقريد أو مذها كانوا لدرس كه. كنت بدنا نعصو كلا هيد وي بلاوات لكن ببركاني أي أمد إلوسي وحا أي تهي إي واحد أذكر أيهم بإلوذي. مركاسي وحي يعني سوف شيء ستي وحا أي تهي لحلي هذا أي تهي. إلا إن ما على الإطلاق قيبيو الإسكلاق قبوه. وقفك الصومالي ياها أدوك سكوبات وقفك الصومالي ونغضي بعد عضي تسوق رميسي وأنا مصيبة ويرنتي أو خطر أه ومد هذه أيضا اسم مشكوشة وواحكوها ريا ريسان يدادك أنا أدوك مانطي دانا لك اللي هي والسبوبة هي والسلعية والسيرة هي مركا وحاس مارت لولا كاسعودة وعالمي كأه يلون كصعودة أو حتى ديجان كإقليم كأه هذي أركتي وما ذا الوفيرين حويان هنتي يعني أنا خطر بأجلسة نعم وحيلا قال كود تلا أبوي حتى أنصحه بقاضي سا محي لي حكتي ولك وكام غن ترى ذي ولك يا كام غن ما أركت عن حقي اللي سكولها بمشي كام غن كنت تلا وضاس وتلا وحنا هي وردكو أنا عذر كجيل موجنيسا وسوس سعودي هيكله موجنيسا أنا تتلاوة خطرة وما ركتي مركت لابا القاضة هيو باقرون كاقا هي كساعدة هي يددك محانك وحان كل قابان هي وحان هدي مارت لبكي ما ركتي يكو قرب استاقة هي هدي عطا وحان ويكون جرى وحصر يا كل أوان كره وحصر لما بلو بمرك حوير ودي تلاو حوا ما ركت لا دب دقي أي أم قطع أضط كي مدنان تلاها أو ترضى لها أو ما ركت دي كان كدي كل لها إن يحكوا جذان وآذ لره ربو تصالح أنا بلش الصومال ما أنتو حلي مركي مدحوين وهذلي تصالح وحلق في لي إنه يراهدو حررك وأجرني إن سفرادو ذهب بحضو دياردو هدو ما إما كان وضن كان معنا هذا الأساس يرى حوجينا إن أرنك أذقي عمل أرتد أرت موقف كل قادنا إيوه ودي دورة ده مارد أقوان كذا إسكالة لكن واحد عن رعاية أرت مسحي هي مسبة خردين يورد كبل الله ونيسا هو قرتين قرب يسيد مرك واحد عن إني خردين هين ووضن أهان إيد الله هان يخردين هين وعطى قانوني عالمي هان يخردين هين أرتل الموجي، فكنت موقف كي وحن وحيهين إذا ولدك أرى الله هيد، ما أنت إذا هذا أقول لي من إنه جلاني على ما أه، تلابين كم مرك القاضي أو لقى الجواب هينا، أدوا تلابين دولده حبيت تشيشا، تلابين ك همر الموت لهم واستعماله، ولا تشيلا ما أركت، تلابين ك ومربى مربى عن كار أيام حنكورة يا لا استعماله، زيرتاي. مرد هذا ما أركته هرمو إلى هذا ورب ما يعني هير حال بمر إلى هذا هير حال بمر هيان يعني. سكرم يسيد مركا هذا كلا يعني حق الصومالي ذا يشعب حتى شعب الصوماليات مركز الجوجان مسؤولين تسكت شعب كا حتى الصومالي لفتي إذا شعب رب ضن أي رد موضوع عن كم وجي سؤال كم وجي نعم نعم أقول هنا حتى الصومالي لنا بكم وجي سؤال كم وجي نهي السؤال أصل السويديو بالله بحنا الله بضيعه وحن أنا لك العررينه وحن إن يهين وح مصير كأمضوا لنا سامين كره إن يهين عن تلاوة الله قاضي حق الدولد عن تاريخ ليرلين هاي وحيلا بضيع لك دحين وسير لك يلا هيو سير جو أمين كرته يعني ما أرتي وجو أمين كره هالقف أما ضد ديجان قال ديجان شو كلام يزيد أما سوالي تيس خلافته كره تتصدد ميل غاري جوغاهي كان كما غاري كران شيء عام هو سو جيرين نوكت مرك ايتوبيا انغا وانغا دخاي واخ عام هي اهايين وغلي بارونتي وحنا قادو امانه يا دغالاد ايتوبيا لا غالاي بيلا او مهم سنا او لا دغالمي او ددكو رونتي ااد دغالمين او لا دول جيري اي مخان كو راه سومانلاند بي اهيد اما ديغانكاسي دغيهين بي هادي جوغان نعم رونتي وكان في عن كلها أما هن قصدوا أي هور أي هلي ما ركت دق على ذي حمد قولي وحكدين بيجي أما هن قصدوا على ذي كل عادي جه دول الصومالية يقول لي سي كنت في الصومالي الآن كان في عن مقله أي رد كلها ين
magaalooyin ka dhuduudii moogta meesha ka dhaw saa runtii aad bay ma aragtay moog fiican oo lagu amaan karo bay ka tagnaayeen marka qadiyo Soomaaliyeed oo qayb ka ahaayeen in ay ma aragtay si kelinima hadda runtii ma aragtay talo la waqaado oo meesha loo jeedo ma Amerika hadda loo jeediyo waxa moodaa in xogaa lagu degdegaan booda way shaqeeyay marka hadaan ka dhaxgalo si ahaan adiga ahaan ama culimo ahaan marka xogaa yara badda ka soo yara leexano oo Soomaaliland adno yani in la kala go'o yani diin ahaan bal adigu xogaa bal meesha si yara aayad ama xadiis yani umada isku xirkeeda ama wadajirkeeda yani bal soo dhow shaqeeyay runtii shaki ma laha wadajirku iska daa diintii xataa aqli ahaan iyo ma aragtay adduunahan maamul ahaan wadajirku inuu yahay shay ammaanan waa la isku raacsan yahay adduunkuna maanta dowladaha caalamka naga ah naga awood badan oo naga xoolo badan ayaa in isku yimaadaan oo wax un madalla samaystaan ama si isku yimaadaan ama si isku kaashadaan ayaa loo socdaa waxa loo yaqaan takatulaad ama isbahaysi baa socda marka anagii oo ma aragtay maxaan ku raahaa ii sheeko fulay gal iyo qoyi kale ahaa in la kala tago horta wax xataa caalamku xataa maanta uu keenayo horta ma ahayn diini ahaan waa khaldan tahay maxaa yeelay diinta islaamku muslimiinta oo dhan inay midoobaan bay rabtaa haddii la waayo midaas hirgeli weyday warinta isu meel joogtaaba inay maxaan ku raahaa ay xoogaa isku yimaadaan oo ay ma aragtay maxaan ku raahaa ay midoobaan oo danahood ilaashadaan waa sunna kawniya weey maxaa yeelay aayadahan amr haya in la midoobo oo muslimiinta guud ahaan bay ka hadlaysaa aayadu soomaali ka hadli maayaan laakiin ay ka hadlayaan waxa ummadda muslimka ah sida qowlu tacaala wactasimu bixabi illahi jamiican walaa tafaraquu dadku inay xarigga ilaahay wada qabsadaan oo mabdacaasi kugu dhaganaadaan oo ay kala tegin ayaa la amrayaa ilaah subxaana watacaala ku cadaynayaa islaamku wuxuu u maaragtay ummadda u keenay towxiid caqiida keliya maahane midnimo u keenay marka sida towxiidka iyo jannada la galo iyo wanaagaas iyo cibaadada ay nicmo u tahay waxaa nicmo kale ah oo loo sheegayaa waro dad kala tagsan ba ahaydeenoo islaamka iyo caqiidadaasa maaragtay sukun keentay oo idin walaalaysanay marka sida towxiidka uu nicmo u yahay ayaa midnimaduna u tahay nicmo ay ayadu sheegayso garanaysa marka horta midaas axsaaska ah marka hadda soomaaliyu caawa badantahay laakiin labadii gobol oo isku yimid soomaaliyeed oo maaragtay weli runtii si xamaasad isugu yimid weliba waxaa taariikhda ahaan wax loo xusaa ama la aan sheegaynaaba reer soomaalilan ama gobolada waqooyi galbeed ayaga ayaa runtii dadaalka lahaa isku imaaday oo xamaasada ay runta xaggooda ayay ka imaanaysay oo si maaragtay aan kala xarid lahayn ayay runtii ugu soo biiray waalahooda kale runtii war mowqif lagu ammaano weeye garanaysa laakiin waxaa la yidhaha siday u yimaadeen looma qaabilin sidii ay maaragtay maxaa kuuraha ay isku keeneen looma soo dhaweynin wanaagga ay muujiyeen maaragtay si loo baahnaa looguma maarag qaabilin kulli waa jiri kartaa runtii waa shaqeeya su-aasha jiraan laakiin waxaa loo baahnaa haddii wixii maaragtay si loo baahnaa aysan noqonin in la hagaajiyo miyaa xalka ku jiray mase inuu kartay ku jiraa diini ahaan midnimadu waa shay diintu ammaantay wey mar haddii naga xumaatay oo maamulidii ay naga xumaatay war maamulkii noo hagaajiya war midnimadii iyose naga xumaanin halkaasa loo baahan in la aado laakiin midwa looma baahna in la yiraah diin ahaana waa khalad qaanuun ahaan iyo adduun ahaan iyo siyaasa ahaan maanta caalamkana waxa lala yaabo weeyaba waa sheekhay su-aasha ugu dambaysa aan kugu soo gabagabaynayo kugu soo xirayo bulshadana isweydiinaysa waxa waaye asleeha bulshada dhexdeeda haddii maanta loo fiirsho waa su-aalaadkay qabaan culimada soomaaliyeed ee waqooyi kasoo jeeda iyo culimada soomaaliyeed koonfur kasoo jeeda in la kala go misla qabaan mase hore ugu wada hadleen inay arrinkaa laisku keeno ka culimo ahaan culimadaas iyo culimo intay isu imaadaan bal ummadda aan dhexdhexaadin aan isu keenno weli ma ka hadleen intaa ogsoona culimmadu waa isku dareen waa garteen badanaaba
هو عرما عايان عام كه مصيري جاه ومد خصية أم مدينة خصية وأنتي وحوي ما عرفتي علمتو عن سكدرين بكيه لكن سكوي ما تنو مهمة وموضوع عن خصاب سن سجارة ولا قبتي أنا مؤمن بالمسي لكن درين كه ورسيد أنا ما في عنا يعني عمر نكسي جوان وي 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 ما رتم تيا وامسيين لكن هذا حال كسي الله أركها يو وذو الله مريء يو ورس خلاف سنان كره لكن ده كان عوارة نمذو ذا إيه مدي مذو ذا إيه إن الله إلى شو ولي بكسو جار اللي داويه وذو كلام صالح يو شقادات علماء ما رتم بس كل عسيين تكور قوانين لكن أبي أهان شغ بشر أهان ما دام قدومي علماء صومالية أتى ما جينا هو انتهي علماء بس أنت أتك تي متري ورول على يالو سود وهذا كلام جواني بل أنا وضنك وذا دقال يسنا وضنك سكان ولي متري أردت أن أروح معك هاي عمر صومالي ما هو هي أدى عمر صومالي عمر صومالي بدين وياه وأنا تتر كي قاعد ويان عن عن صحة ومضحة هي أدى عمر صومالي دوي أردت أصوامت مرك أنا سبيني إن هي أدى سنا ولما هرب تكيميت محاكم قوي كيميت أو صومالي كيميت وأنا لسه بيجي ما شاء الله وقرب يزيد مركا وحيالها أقوال هذا كوتشرته مع موضوع حل أنت مشكلة الصوماليات مصالحين أنت الصوماليات نبقى إلا يرايو وقرب يزيد وده الصوماليات إن الله سلمين سياسيين تان لو رتما هيو هذا ملك بوده هي الله سلمينه إن بلدتك حوق الله عيميو أو ما عرفتي لسكسود ويرنتي آد بعلمه شقيان ملك الصوت ذاك الدعاء عنه آد جريل إن ما أرتجاك لسك تشوفيه إن لولا لو المشكلة اللي حاليه هون مركا ده أنا أصله معقول بوها بعلم ذو بدين لكن فايل شو هو وين أو فايل كصومال صومال اللي أنكو يتان كده هي وفايل وين وهي وبالعرب ده بون بقى ما أرتجع ما كله جرا بلا مسجد في هذا مركا ما أنت علمه سي سهلا إقوان هو قاري كران أما هو حلين كران ما هو هذا أصله هاي لكن كل بحالاتها هي حال انتي ساء ما ركت وإيماني سان في العياء هذا مدى لفتي دونا وهذا بدل الشيء هي ربوات هاي لكن أصلي هاي أنا أرمي حلق سودة ويسابة وما قد يبقى الله أركو وواحد حق إيمان كره هذا أنت أنا تميله حق الله إيمان كره بقى كلام يسي هو مثلا هذه واحد سيدة هذه هي النقضان وحوي ماركت عيدا جالب عيدا عن ماركت تاريخا عدو أذي كوا دولة تاريخا أذي عدو كوا محاكم وراها إيش دين هنكا قديسن لقان هنكا قديسن سو قرمي حاصل رهتي أجرت ماش وكلفته ذا حتى هذا قال كل إيش جن حتى ماش لفته ذا وسمع لنا تلفته ذا أيام كبد بادي من سامين ترى ماركت عن لقان سامين دينيت قرتي في حياة بدن بس كشي رنتي مركا عسلا يا هاي وعوات اللابو موشن إسا أضر كجري أو كلام مغنان تا إيو مارت إسكو كسول الآن تا يكري تجد أضر كاسي موشن إسا مركا لكن إن حالك سود قدقو وانا اكتبع ما شاء الله جزاك الله غير شغيين الله كن شرفو قدومية هي أدى علماء الصوماليين الشيخ بشير أحمد صلاة أون كلن قاسة أم سؤال قاسة لي لني أرمي حساسية طبعا ونروى رمي أرميها بضة سكان كصومالي قدهانبا ولا له كلاجو أي الدنيا إن قيمنا وضن كارا نقدان قيمنا وضن كارا نقدان سلو سوق كان لها أنا وإن بضن إن شاء الله تعالى رجينا إنا وذكر بوجتين ريدا وأذك سدي نحر كلاه مقلها أنت سأنجع لنا إن كسوق قبل قبلين برامج كنا قاس كأح نحن ما هدرينيا سكولكا كارلين أم هارلين أو نقول مرتقى هذي كلن كان نفرتان كيسن أنقوب جو وحين وحرجين ولا له دكان دونهم إني كفى يسدون أن علمه ذن أكين دونان ما دام علماء صوبات إفرين أنت سنتا دب دب إستجع ما دونه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شكرا شكرا بشارو مامولك سري هيلثكيد هوسبيتال وحوقو بشارين بلشدة صوماليدة كنول كينيا غارهان
Nairobi ina waaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray oo aqoon, khibrad iyo waayo aragnimo fog leh. Sidoo kale isbitaalka Health Gate ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan, qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh. Isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Muratina Road kasoor jeedka Buwani Police Station. Wixii faahfaahin oo dheeri ah fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. Waxaan halkan idinka sheegaynaa masaajid ku yaala xarunta Buuhoole oo aanu hadda dhex taagannahay, dhismihiisiina socdo. Albaabadii saaka la geliyey ee hadii la ku daaqadihii la geliyey wixii kalena u socdaan korkiisiina aad aragtaan oo qabyo yahay. Waxaanu doonaynaa wixii Islaama ee ummadda Nabi Maxamed ee hadii la ku roon yahay khayr iyo wanaag jecel, ee jecel hadii la ku roon yahay waxa la tabaca raacaadka khayrka jecel, masaajidka inay ka qayb galaan, inay ka soo qayb galaan, inay wax gashadaan. Meel wax la geliyo bayd Ilaahay baa ugu fiican. Walaal, wixii tabarucaada waxaad masjidkaasi uga hagaajin kartaa taleefanada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda.